بسم الله الرحمن الرحيم. حلول الكتاب المدرسي رياضيات للسنة الخامسة ابتدائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس، تنظيم معلومات في جدول، الصفحة 17. نبدأ بأكتشف. لممارسة الأنشطة الرياضية طلب المدير من التلاميذ اختيار اليوم ونوع النشاط من بين 4 أنشطة مقترحة، فكانت النتائج كالآتي. لدينا الآن مدير طلب من التلاميذ اختيار اليوم. اليوم هنا لدينا يوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء ويوم الخميس. أما الأنشطة فهي عبارة عن كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد والعدو. الآن لدينا هنا عبارة عن جدول. جدول لدينا فيه الرياضة واليوم. الرياضة أو النشاط الرياضي، وهنا لدينا اليوم. الآن أولاً أو السؤال الأول، المطلوب الأول، انقل الجدول المقابل وأكمله لتنظم هذه المعلومات. الآن ها هو الجدول أمامي، ها هو الجدول وقد نقلته. الآن وأكمله لتنظم هذه المعلومات. ها هي المعلومات أمامنا. لدينا يوم الأحد. يوم الأحد اختار 28 تلميذا كرة القدم. 28 تلميذا كرة القدم اختار يوم الأحد، اختار 28 تلميذ كرة القدم، و 18 كرة السلة. هنا نكتب كرة السلة هو عبارة عن نشاط أو رياضة، نكتب هنا كرة السلة. كرة السلة اختارها 18 تلميذا، نكتب 18. الآن النشاط التالي وهو كرة اليد، نكتب كرة اليد. واختارها 22 تلميذا. أما العدو وهي الرياضة التالية أو النشاط الرياضي وهو العدو، العدو اختارها 10 تلاميذ. الآن يوم الاثنين، يوم الاثنين نكتب في الأيام الاثنين. الاثنين لدينا اختار 24 تلميذ كرة القدم، نكتب 24 تلميذ كرة القدم، و 17 كرة السلة، نكتب 17. 19 كرة اليد، و 9 العدو. اليوم التالي وهو يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء نكتب ثلاثاء في هنا اليوم. الثلاثاء، يوم الثلاثاء اختار 30 تلميذ كرة القدم، 30 تلميذ كرة القدم، و 20 كرة السلة. أما 24 تلميذ فاختاروا كرة اليد، أما العدو فاختاره 12 تلميذا. اليوم التالي وهو يوم الأربعاء، نكتب الأربعاء. الأربعاء اختار 21 تلميذ كرة القدم، 15 كرة السلة، 13 كرة اليد، و 7 تلاميذ اختاروا العدو. أما يوم الخميس اختار، يوم الخميس نكتب الخميس،
الخميس اختار 34 تلميذا كرة القدم و21 كرة السلة 18 كرة اليد واختار 13 تلميذا العدو. يوم الخميس وهو آخر يوم. الآن بعد أن نقلنا الجدول ونظمنا المعلومات كما قال لنا في المطلوب 1، الآن ننتقل إلى المطلوب 2. 2، استعمل الجدول وأجب عن الأسئلة. استعمل الجدول وأجب عن الأسئلة. الأسئلة الآن هي ألف، أي الأيام اختاره أكبر عدد من التلاميذ؟ أي الأيام اختاره أكبر عدد من التلاميذ؟ الآن لإيجاد أي أو للحصول على أي الأيام اختاره أكبر عدد من التلاميذ، يجب علينا أن نجد مجموع التلاميذ في كل يوم، في يوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، ويوم الخميس. إذن بالأحرى سنجد المجموع. أي كم تلميذا اختار هذا اليوم؟ أي كم تلميذا اختار يوم الأحد؟ كم تلميذا اختار يوم الاثنين؟ إلى آخره. الآن يجب علينا هنا أن نقوم بعملية الجمع. الآن نبدأ بالأحد، يوم الأحد. لدينا يوم الأحد 28 زائد 18 زائد 22 زائد 10 ويساوي، لدينا 8 زائد 8 يساوي 16، والاثنان 18 وزائد 0 يساوي 18. نكتب 8 ونحتفظ بالواحد. لدينا 2 زائد 2 يساوي 4 زائد 2 يساوي 6 والواحد يساوي 7. النتيجة هي 78. نكتب المجموع، و78 أي عدد التلاميذ الذين اختاروا يوم الأحد هو 78 تلميذا. الآن ننتقل إلى اليوم التالي وهو يوم الاثنين. يوم الاثنين هو عبارة عن 24 تلميذ زائد 17 زائد 19 زائد 9. الآن نقوم بالعملية. لدينا 9 زائد 9 ويساوي 18 زائد 4 ويساوي 22. لدينا 9 زائد 9 يساوي 18. 18 زائد 7 والأربعة زائد 7 والأربعة وهي عبارة عن 11. الآن 8 زائد 1 يساوي 9، و1 زائد 1 يساوي 2 ويساوي 29. الآن نكتب 9 ونحتفظ بالإثنان. الآن لدينا 2 زائد 2 يساوي 4 والإثنان ويساوي 6 ويساوي 69. نكتب المجموع 69، أي اختار 69 تلميذ يوم الاثنين. اليوم التالي هو يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء هو عبارة عن 30 زائد 20 زائد 24 زائد 12. 30 زائد 20 زائد 24 زائد 12. الآن 4 زائد 2 يساوي 6، 3 زائد 2 ويساوي 5، والاثنان 7 والواحد 8 ويساوي 86. نكتب الآن 86.
إذن هنا في المجموع، هنا في المجموع لدينا 86 تلميذ، إذن اختار 86 تلميذ يوم الثلاثاء. أما اليوم التالي وهو يوم الأربعاء، لدينا في يوم الأربعاء 21 زائد 15 زائد 13 زائد 7 ويساوي الآن 7 زائد 3 يساوي 10، والخمسة 15، والواحد 16. نكتب الستة ونرفع الواحد أو نحتفظ بالواحد. لدينا الآن 2 زائد 1 يساوي 3، 4، 5. إذا نكتب هنا الخمسة فيساوي 56. إذا المجموع هو 56. اختار 56 تلميذا يوم الأربعاء لممارسة الرياضة أو النشاط أو لممارسة النشاط الرياضي. لدينا الآن يوم الخميس، لدينا 34 زائد 21 زائد 18 زائد 13 زائد 13. لدينا أولا 8 زائد 1 ويساوي 9، 9 أو 3 ويساوي 9، 10، 11، 12، 12، والأربع يساوي 16. نكتب الستة ونرفع الواحد أو نحتفظ بالواحد. لدينا 3 والاثنان ويساوي 5، والاثنان يساوي 7، والواحد يساوي 8. نتيجة وهي 86 أو المجموع هو 86، أي اختار 86 تلميذا يوم الخميس. الآن نرجع إلى السؤال. السؤال يقول أي الأيام اختاره أكبر عدد من التلاميذ؟ لدينا هذه المجاميع، لدينا 78، 69، 86، 56 و 86. لدينا 7، 6 نقارن بين 69 و 78. لدينا 78 أكبر، إذا نستبعد 69 لأن نقارن بين 78 و 56، 56 أصغر. نبدأ بها المرتبة الأكبر وهي العشرات، 5 أقل من 7 لذا نستبعد 56. الآن تبقى لنا 78 و 86، 86 أي نفس العدد، نقارن ما بين 78 و 86. لدينا 7 أقل من 8 لذا لدينا يومان لديهما أكبر أو اختارهما أكبر عدد من التلاميذ، وهما يوم الثلاثاء والخميس، وذلك ب 86 تلميذا. نكتب الآن الإجابة. نكتب الإجابة أي ألف الأيام التي اختارها أكبر عدد من التلاميذ هما يوما الثلاثاء والخميس، وذلك باختيار أكبر عدد من التلاميذ لهما، اختارهما 86 تلميذا. الأيام التي اختارها أكبر عدد من التلاميذ هما يوم الثلاثاء والخميس، وذلك باختيار 86 تلميذا لهما. الآن لدينا ب، السؤال ب، ما هو عدد التلاميذ الذين اختاروا كرة القدم؟ كرة القدم هنا نرجع للجدول. لدينا الجدول، ها هي مجموعة التلاميذ الذين اختاروا كرة القدم، أي هنا في كرة القدم نشاط.
إذا لدينا نقوم بعملية الجمع 28 زائد 24 زائد 30 زائد 21 زائد 34 ويساوي. الآن لدينا 4 زائد 4 يساوي 8، 8 زائد 8 يساوي 16، والواحد يساوي 17. نكتب 7 ونرفع الواحد. الآن لدينا 3 زائد 3 يساوي 6، زائد 2 يساوي 8، زائد 2 يساوي 10، زائد 2 والواحد يساوي 13. 13 لدينا نتيجة هي 137. نكتب العملية الأفقية 28 زائد 24 زائد 30 زائد 21 زائد 34 ويساوي. نكتب العملية الأفقية 28 زائد 24 زائد 30 زائد 21 زائد 34 ويساوي 137. نجيب عن سؤال ب. ب نكتب ال. هنا لدينا السؤال: ما هو عدد التلاميذ الذين اختاروا كرة القدم؟ نكتب عدد التلاميذ الذين اختاروا كرة القدم هو 137 تلميذا. الإجابة هي: عدد التلاميذ الذين اختاروا كرة القدم هو 137 تلميذا. الآن ب فيه شطرين. الشطر الثاني هو: ما هو عدد التلاميذ الذين اختاروا العدو؟ نفس الشيء، هنا العدو، نقوم بعملية الجمع. نقوم بعملية الجمع 10 زائد 9 زائد 12 زائد 7 زائد 13. في عملية الجمع يجب علينا أن نضع الأصفار في الفراغات. مثلا هنا 9، لدينا 9 لا يوجد فيها عشرات، هنا لا يوجد مرتبة العشرات، إن نضع الصفر. نفس الشيء من 7 لا يوجد مرتبة العشرات، نضع الصفر. والآن نقوم بالعملية. الآن لدينا 9 زائد 2 ويساوي 11، 11 زائد 7، 11 زائد 7 ويساوي 18، 18 زائد 3 ويساوي 21، 18، 19، 20، 21. نكتب الواحد ونرفع 2 أو نحتفظ بالإثنان. لدينا 2 زائد 1 ويساوي 3، والواحد 4، والواحد 5. إذا لدينا 51. نكتب العملية الأفقية 10 زائد 9 زائد 12 زائد 7 زائد 13 ويساوي 51. نكتب الآن من سؤال ب. نكتب ب ثم نجيب عدد التلاميذ الذين اختاروا، عدد التلاميذ الذين اختاروا العدو هو 51 تلميذا. ب عدد التلاميذ الذين اختاروا العدو هو 51 تلميذا. والآن لم يتبقى لي إلا أن أشكركم، فشكرا. نلتقي في فيديوهات قادمة إن شاء الله.